بالي يا بيه، انت جايبني بس تفتح ايش بقى على بيتكم قديم عدل. يلا نصيب عليك وعلى سنينك السوداء. يا لهوتي، عربية البيت بتاعت انت امبارح، نهارك الاسود يا قمارة، نهارك اللي مش فايت. انتوا جايبيني هنا ليه؟ بتقلبوا المواجع تاني ليه؟ يا بيه يا بيه، ابوس ايدك يا بيه، ابوس رجلك يا بيه، انا غلبانه وماليش حد في الدنيا يا بيه. هيما هيما مين؟ أخوك من دلوقتي يبقى اسمه غريب بيه علي، المليونير الكبير. إيه مالك؟ مش مصدقة. طب يلا لا دوم الشحاتة دي والبس الحاجات دي وتصدقي. يا بنت مالك بتنحى كده ليه؟ يلا بنت اقلع الهدوم دي. إيه بنت مالك؟ أنت من إمتى بتكسف مني؟ ها؟ البس الحاجات دي، عايز اشوفهم عليك. يلا يلا بس هتعرفي تلبسيهم ولا اجي البسهم لك؟ لا اوبا، ابويا فين يا اماره؟ ابوك؟ اوعي تقولي مات، احسن اروح فيها. جالك كتب لي امر جديد، بس قولي له ابوك عايز يعيش بقى. شوف لي طريقه خرجني بيها من هنا، انت ما كانش قرش حشيش اللي اتقفشت بيه. يابا هقول انك انت ابوه ونخت برضه ولا ايه الحكايه يابا؟ يا نهار ابوك اسود. اوعى يا بنت كناوة تتهبش في نافوخك وتقولي له اللي انا قلته لك. يعني هنفضل طول عمرنا مخبيين عليه؟ ازاي بس يابا ازاي؟ يو زي ما عشنا اكتر من 20 سنه، ولا عايزه بعد ما يدي الصنح ويضرب عليوي نقول له معقوله؟ ايه صعبان عليك الجالخ بتاع شارع السد والسكه البيضة؟ ولا مش طايقه تبقي برنسيسه؟ انسي. ايه بنت مالك؟ اتخضيت كده ليه؟ لا مفيش، انت دخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ اوضة اختي. ايه؟ ومالك عامله كده ليه؟ انت لابسه مليئه لفه يا بنت ولا ايه؟ تعال. يلا. وريني. ايه؟ اتعلمه بقى. سيبه بقى يا هيما. مالي بس. يلا اقعدي. اقعد فين؟ اقعدي قدام التسريحه. عارفة ايه دي؟ ايه دي؟ ازازة ريحة. ريحة؟ مرمر هارم تقول ريحة؟ ده اغلى ازازة برفان في العالم. نبي شمي. الله.
غيري. ايه بنت غيري ايه؟ حد يغير من اخوه لحمه ودمه؟ يا اخويا سايق عليك، سايق عليك النبي، سيبني بس دلوقتي شويه. طيب انا هسيبك. بقول لك ايه؟ عايزك تغيري هدومك تلبسي فستان سواريه، انا عازمك الليلة على العشاء. وبعدين انا مش اسمي هيمه، انا اسمي غريب. غريب بيه ها؟ منك لله يا غريب بيه.